مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. تعرفوا كلكم انه تم اختيار رئيس وزراء في كندا اللي هو جاستن ترودو. السؤال اللي بيسألوه كتير، شو اول شيء بيسويه جاستن ترودو؟ يمكن معظم الصحافة عم تحكي انه الان اول شغلة بيسويها اللي هو بدنا نحكي عنها اليوم، بس لا، اول شغلة بيسويها بروح بنام، لانه خلال الثلاث اشهر او الاربع اشهر اللي بيكون فيها كامبين بكون فعلا فعلا اهلك هذا الرجل من السفر والترحال والمناسبات واللقاءات، بكون وضعه صعب. ففعلا تاني شغله بيسويها اللي هو بقعد يفكر في اختيار الكابينت او الوزراء تبعونه. الخطوه صعبه جدا جدا جدا، مش زي ما بنتوقعها انه اوكي يلا بنروح بختار هذا وهذا وهذا، لا هحكي لكم ليش، خليكم معنا بعد الفاصل. في سنة 2015 لما كان في عندنا انتخابات، جاستن ترودو برضو فاز، اختار 35 وزير، لا هي هذيك السنة اختار أقل، لكن في آخر وزارة له في تعديل وزاري صار كان عنده 35 وزير، المرة هاي اختار 37 وزير. عشان هيك بدي أحكي لكم أنه حجم أو عدد الوزراء في كندا بيختلف من 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 رئيس حكومة إلى رئيس حكومة، يعتمد على الأولويات تبعت الحكومة، كيف هذه الأولويات بدها تتوزع. عشان هيك مثلا وزارة الشباب المرة الماضية كانت حقيبة ضمن رئاسة الوزراء، فهو كان وزير الشباب كمان، ما كانش فيه لها اهتمام كبير أو مش معطينها ثقل، الآن لها ثقل فأعطوها لشخص. فعشان هيك بيعتمد عدد الوزارات من 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 وزارة إلى وزارة. طبعا في شغلة كتير ناس بتسألها، هل لازم يكون الوزير منتخب وهو عبارة عن نائب في البرلمان في كندا؟ الجواب يس ولا. في معظم الحالات، معظم الحالات والعرف اللي تعرف عليه انه يكون الوزير شخص تم انتخابه من قبل الناس ووصل للبرلمان، وعادة بيكون من الحزب الحاكم، فعشان هيك بيختاروا رئيس الوزراء لانه بيكون نفس الفكر السياسي تبعه. لكن هذا ليس بالشرط، صارت حالات انه الوزير يكون سيناتور، وصارت حالات انه الوزير يكون من حزب معارض من حزب اخر، لانه بكون فعلا اهل لانه يكون وزير وصاحب منصب في الوزارة. فهذا الفكر انه لازم الوزراء يكونوا من نفس حزب رئيس الوزراء، يعني بتصير حالات انه لا، قليلة لكن بتصير حالات، ممكن يكون زي ما حكينا سيناتور، ممكن يكون حتى خارج قبة البرلمان. طبعا البرلمان او في السنوات الاخيره في طريقه لتكوين الكابينت او مجلس الوزراء، اول شيء الجنس لازم يكون تقريبا متساوي. المره الماضيه كان ترودو مفتخر انه عنده 50% 50% رجال 50% نساء، وهذه كانت المره الاولى اللي بتصير. عم بحاولوا الان انه يصير انه المرأة لها دور في السياسة، انه يصير في تساوي في عدد الوزراء. عم بحاول جاستن ترودو في المرات الأخيرة انه يكون في تنوع عرقي، يعني كان عنده هنود وسيخ وباكستاني، كان في باكستانية يس في، فكان يحاول انه والله ما في لا المهم كان يحاول انه في تنوع عرقي، يبين انه الطبيعة اللي موجودة في كندا انه احنا خليط. كان في عنده ناس مقعدين، ناس من الـ من الجيش السابق او محاربين قدامى، ناس كانوا مثليين جنسيا، فعنده بحاول انه ايش ريبريزنت اول كندا. طبعا السؤال الاصعب لرئيس الوزراء هو كيف انه بيختار الوزراء نفسهم. عادة اختيار الوزراء بيصير نتيجة لشغلتين مهمات، اللي هو إذا في عنده معرفة سابقة بما سيقوم فيه، ومش شرط إنها تكون، يعني هذه إذا في بتزيده في البورتفوليو. والشغلة الثانية المهمة اللي هي إنه يكون
من مقاطعات كندا كلها. يعني بدهم يحاولوا يجيبوا ناس من كيبيك وانتاريو والبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا وبريتش كولومبيا وال شو اسمه نيوفا سكوشيا ونيو برانزويك ونيوفاونلاند والشمال طبعا. لكن هذا بكون صعب جدا كتير على رئيس الوزراء خاصة في المرحلة هاي اللي صارت، لأنه في مقاطعة ساسكاتشوان وألبرتا ومانيتوبا خسر كل المقاعد للحزب الليبرالي، فبالتالي ما كان عنده أي أحد. فالمرة هاي ما قدر يجد أحد من هذه المقاطعات، كان بإمكانه يمكن يحط واحد مثلا من حزب آخر، لكن قرر أنه يبقي مجلس الوزراء داخل الحزب، فاختار عدد من كيبيك وأنتاريو، أعتقد هم الثلثين لأنه هم بمثل ثلثين عدد السكان، اختار 4 من بريتش كولومبيا، 1 عن نوفا سكوشا ونيو برنزويك وبرنس أوف إدوارد آيلاند، ولأنه تمثيلهم السكاني. فكان في أعتقد تحدي أمام رئيس الوزراء في اختيار مجلس الوزراء. طبعا اختيار مجلس الوزراء أحيانا بتكون مكافأة برضو لهذا النائب، لأنه كان وقوفه مع الحزب وقوف قوي خلال السنوات الماضية، فبعطوها أحيانا للسترونج كانديديتس أو الناس الأخوياء في الحزب، لأنه هم اشتغلوا للحزب واشتغلوا لنجاح الحزب في الانتخابات، فهي كمكافأة لهم. لأنه بتعرف لما يصير وزير بصير عنده مكافآت وبصير عنده طبعا مسؤولية زيادة. لكن الكنديين بيشبهوا اختيار مجلس الوزراء بلعبة البازلز اللي بتعرفوها، بتحط قطعة هون يمكن ما تيجي هون، بتقول لا بدي احطها هون، فهاي بتغيرها هون وهاي بتغيرها هون، فبتصير هذا التغيير او النسيج التغييري اللي بصير بخربط عندك كل مجلس الوزراء. فالموضوع مش سهل، لا معقد. بيحاولوا انهم يختاروا الافضل، لانه هذول المفروض يحلوا مشاكل مهمة جدا رئيس الوزراء الحالي وعد فيها خلال الانتخابات ولازم ينفذها قبل الانتخابات القادمة. حبيت أحكي لكم بس كيف يتم اختيار مجلس الوزراء. إن شاء الله نراكم قريبا في حلقة أخرى، وسلام.